أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. ورد إلينا خبر عاجل منذ قليل من تونس، صادم ومحزن للغاية. قالت مصادر من صفاقس أن تلميذة تدرس بالسنة الخامسة بمدرسة الجلولي فارقت الحياة صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 أثناء تحية العلم. وحسب المعلومات المتوفرة حاليا فإن الفقيدة فقدت الوعي، ورغم محاولات إسعافها من قبل أعوان الصحة إلا إنها فارقت الحياة. والتلميذة لا تشتكي من أي مرض حسب المعلومات التي وردت إلينا. الله يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.